وزير المالية يؤكد استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير الموارد اللازمة لتحسين معيشة المواطنين. مكاسب كبيرة للعملة اليمنية بعد الدعوة لمحادثات سلام بين الأطراف المتحاربة في السويد. الصين توافق على خفض وإلغاء الرسوم الجمركية على وارداتها من السيارات الأمريكية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية اقتصادية مفصلة من شاشة النيل الأخبار من القاهرة. أكد وزير المالية دكتور محمد معيط أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل توفير الموارد اللازمة لتحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة. وخلال اجتماع عقده وزير المالية مع السفير الفرنسي بالقاهرة ووفد يضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الصحة، أكد الوزير أن الدولة المصرية انتقلت من المرحلة العصيبة إلى مرحلة التعامل مع المشكلات التي تواجهها، وهي توفير الاعتمادات للإنفاق على الصحة والتعليم والمرتبات والمعاشات تكافل وكرامة بشكل صحيح. أكد وزير المالية قد أكد على أن الهدف الأساسي للقرار الخاص بتحرير سعر الدولار الجمركي على سلع رفاهية والكمالية هو حماية الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن سعر الدولار الجمركي على السلع الأساسية بلغ 16 جنيه. نتابع. عملية فلترة جمركية لكل ما هو مستورد بدأتها وزارة المالية بهدف وصول أي تخفيض جمركي للسلع المستحقة التي تعود بالنفع على المواطن والدولة. الخطوة التي أعلنها وزير المالية ستبقي سعر الدولار الجمركي على السلع الاستراتيجية والضرورية عند 16 جنيها، بينما سيتحدد سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية عند السعر المعلن من قبل البنك المركزي. من ضمن الحاجات اللي موجودة وخرجت من الدولار الجمركي وبقت حسب الأسعار المعلنة البنك المركزي، أي سلعة كاملة الصنع تخش السوق المصري لها مثيل في السوق المحلي، بتنتج في السوق المحلي، لأنه يعني خلينا نكون صراحة أي دولة من حقها أنها تحمي فرص العمل بتاعت مواطننا. الحفاظ على الصناعة الوطنية من التدهور وتشجيع كل من يساهم في الدخل القومي من رجال الإنتاج أحد أهم الأسباب التي كشف عنها وزير المالية لتحرير سعر الدولار الجمركي على السلع الترفيهية. بعمل ميزة وبعمل دولار جمركي أقل من السعر المعلن من البنك المركزي، لا بستفيد بيه اللي هو يعني بيدفع ضرائب وبيدفع فواتير مية وكهرباء وضريبة عقارية وكده، يعني ده مصانع شغالة وبتدفع مرتبات عاملين وكده، يستفيد بالميزة دي. مصلحة الجمارك أعلنت من جانبها دخول القرار حيز التنفيذ، مؤكدة أنه لا يتنافى مع قرار الإعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية الذي سيطبق قريبا. السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي هتكون الضريبة الجمركية عليها صفر من 1/1/2019 القادم إن شاء الله. وزارة المالية قالت إن القرار لن يترك دون مراجعة، حيث سيتم مراجعة قائمة السلع التي سيطبق عليها السعر المعلن في البنك المركزي بصورة شهرية لمراقبة أي آثار تضخمية. إلغاء دعم الدولار الجمركي أمام السلع الترفيهية وتامة الصنع قرار تؤكد الحكومة أنه بالإضافة لحمايته للصناعة المحلية والاقتصاد القومي، فإنه سينعكس بالإيجاب على المواطن لكونه يحافظ على العمالة وزيادة معدلها. من مقر وزارة المالية، محمد العارف، النيل. أكد نائب محافظ البنك المركزي جمال نجمة أن القطاع المصرفي بدأ الاستعداد لتطبيق مقررات بازل 4 والمقرر تطبيقها في 2022 مبكرا، وذلك بفضل قوة القطاع المصرفي التي أدت لنجاح عملية الإصلاح الاقتصادي. أضاف نجمة أن انخفاض عجز الحساب الجاري وتحسن التصنيف الائتماني لمصر وكذلك مؤشر ضد مخاطر الإفلاس من 475 نقطة وقت التعويم إلى 355 نقطة حاليا كانت كلها عوامل ساعدت في اتخاذ قرار إلغاء آلية تحويل الأموال للمستثمرين الأجانب. من جانبه قال رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي، قال إن مصر لم تخفق في سداد أي التزام عليها منذ عام 1971،
ما أن تصنيفها الائتماني ارتفع في وقت تراجع فيه التصنيف الائتماني لعدد من الأسواق الناشئة. أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد على أن أي اختلال بين معدلات النمو السكاني ومعدلات الموارد يؤدي إلى تقليل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وحصوله على الخدمات أيضا. حذرت الوزيرة أيضا من أن الاستمرار في زيادة معدلات النمو السكاني يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، مشيرة إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يعتبر أحد المرتكزات الرئيسة لمصر ولرؤية مصر 2030، كما أن ضبط معدلات النمو السكاني هي المكونات الرئيسية والمهمة لاستراتيجية الدولة المصرية 2030. نتحول للمؤشرات البورصة المصرية والتي مالت إلى التراجع خلال تعاملات اليوم. وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 1.25%، وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 27%، وفقد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا ما نسبته 42%. للمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. أستاذة حنان، بعد التحية، يعني كان يتوقع أن يكون جلسة اليوم الاثنين بعد عطلة نهاية الأسبوع الماضي أن يكون هناك ارتفاع، لكن كان التوقع عكس ذلك وهناك ميل في الانخفاض في أسواق المال. برأيك ما الأسباب في ذلك؟ مساء الخير يا استاذ مصطفى. وكان نفسي اقول لك المؤشرات ارتفعت، ولكن النهارده المؤشرات انخفضت، كافه المؤشرات. بقى المؤشر الرئيسي للبورصه كسر نقطه 13000 نقطه، وهو مرشح كده بقوه، كما يعني فنيا اللي ممكن ينزل اكتر من كده. النهارده النزول بقياده البنك التجاري الدولي اللي نازل اكتر من 2%، وده سبب مبيعات من قبل المؤسسات الماليه العربيه والاجنبيه، وهم عاملين ضغوط بيعيه على السوق. يهيالي ان هم بيشتروا في جلوبال تيليكوم عشان يظبطوا ادائها ويبتدوا يرتفعوا بيها جزء فجزء عشان خاطر ينجحوا موضوع اللي زي راس المال. فضحوا بالبنك التجاري اللي كان بقالهم فتره مستثمرين فيه على امل ان هو لما ينخفض سعره اكتر بسبب ان هو لما بيبقى عليه ضغوط بيعيه بيستمر حاجه المبيعات يقدروا يجمعوا فيه مره ثانيه. السوق في مجمله الاسهم فعلا يعني مغريه جدا للشراء في كافه القطاعات، وما فيش سهم يعني سعر يعتبر يعني كبير او عالي جدا، لا ده هي وقت تكوين مراكز شرائيه. ولكن طبعا شهيه المتعاملين هي اللي بتتحكم، كل ما بقى في ضغوط بيعيه مكثفه من قبل المؤسسات ده بيخلي المتعامل اكثر حرصا واكثر انتقام اكثر مخاوفا. انا مش هقول ان الدولار الجمركي او اي كلام تاني، هي جلوبال تلي كان محكمه في السوق الفتره الاخيره. طبعا زياده راس المال هتكلف المتعامل او المساهم فيها تكلفه عاليه، احنا حسبناها توصل لغايه 2.70 جنيه، يخرج من السوق تقريبا اكثر من 11 مليار جنيه بره، لان الشركه المساهمه الاكبر فيها اللي هي شركه فيون الهولنديه. فدي كلها يعني بتعتبر مشاكل متواجده جوه البورصه، لازم يتوضع لها حل. مش كل ما يبتدي السهم يستقر ويبتدي السوق يستقر يخشوا بخبر الجلوبال، يا اما هيقولوا استحواذ يا اما يقولوا زياده راس المال. واصلا موضوع زياده راس المال يعني غير مقبول من قبل المتعاملين. وصلت الصوره استاذه حنان رمسيس خبيره اسواق المال، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. في اليمن حققت العملة المحلية مكاسب كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، والتحسن الذي جاء على خلفية دعوات لمحادثات سلام بين الأطراف المتحاربة في البلاد لم يشعر بها المواطن اليمني حتى الآن. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. بالرغم من تراجع الاقتصاد اليمني وانهيار العملة المحلية بسبب الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 4 أعوام، حققت العملة اليمنية مكاسب كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين على خلفية دعوات لمحادثات سلام بين الأطراف المتحاربة في البلاد. التحسن الذي شهده الريال وإن تحقق في سوق التداول، إلا أن المواطن العادي لم يشعر بعد بنتائجه. قبل اندلاع الحرب كان الدولار الواحد يساوي 250 ريالا، إلا أنه على مدار سنوات الحرب تراجع حتى بلغ الدولار الواحد في أوائل الشهر الجاري 800 ريال، لكنه تحسن في الأسبوعين الماضيين ليصل إلى سعر 400 ريال بالسوق السوداء. حالة التراجع الحاد تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، وعرض معظم أرجاء البلاد لخطر الجوع والمجاعة. الانخفاض والارتفاع في الدولار هذا بيسبب إلى
معاناة المواطنين. نرجو من الأمم المتحدة بإيقاف الحرب وضخ الدولار للبنك المركزي كي يستورد التجار. كان الرئيس عبد الرب منصور هادي قد أمر بنقل مقر البنك المركزي من العاصمة التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون إلى مدينة عدن جنوبي البلاد، مقر الحكومة المعترف بها دوليا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين وافقت على خفض وإلغاء الرسوم الجمركية على وارداتها من السيارات الأمريكية. كان الرئيس الأمريكي قد وافق على وقف تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على ما قيمة 200 مليار دولار من السلع الصينية اعتبارا من الأول من يناير، والإبقاء كذلك على النسبة الحالية البالغة 10%. في المقابل تقوم الصين بشراء كمية كبيرة من المنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الطاقة وغيرها من الولايات المتحدة الأمريكية. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية هذه النشرة الاقتصادية المفصلة، ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العناوين. وزير المالية يؤكد استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير الموارد اللازمة لتحسن معيشة المواطنين. مكاسب كبيرة للعملة اليمنية بعد الدعوة لمحادثات سلام بين الأطراف المتحاربة في السويد. وأخيرا الصين توافق على خفض وإلغاء الرسوم الجمركية على وارداتها من السيارات الأمريكية. انتهت هذه النشرة مشاهدينا الكرام، أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.